السلام عليكم طلاب الصف السادس العلمي، نكمل حل مرشحات الرياضيات للعام الدراسي 2024. في جزئها الثالث اختاريت هذه الأمثلة من الكتاب مع تغييرات بسيطة. مثلا في السؤال العاشر، خزان اسطواني مملوء بالماء، نصف قطر قاعدته 2 متر، يتسرب منه الماء بمعدل 0.4 متر مكعب بالساعة، جد معدل تغير انخفاض الماء في الخزان في أي زمن؟ أولا هذا المثال يتضمن الحالة الثالثة من موضوع المعدلات المرتبطة بالزمن. هذا الموضوع ينقسم إلى 3 أجزاء. الجزء الأول، الحالة الأولى أقصد بها في هذا الموضوع، تتضمن مبرهنة فيثاغورس وتطبيقاتها اللي خاصة بالسلم وتطبيقاته. فإذا كان رسم السؤال يمثل عندي مثلث قائم الزاوية تطبق عليه مبرهنة فيثاغورس في جزئها الأول، فهنا راح تصير عندنا الحالة الأولى السلم وتطبيقاته تمثل الحالة الأولى. قاعدتها الرئيسية هي مبرهنة فيثاغورس، قاعدتها الفرعية أيضا مبرهنة فيثاغورس أو النسب المثلثية. الحالة الثانية، مثلث داخل المثلث أثناء رسم الشكل الهندسي، يصير عندي هذه الحالة مثلث يتضمن رسم مثلث آخر في الداخل، موضوع هو العمود، بالضبط العمود هو الظل إذا ذكر الطالب، فهناك تكون إشارة بسيطة لهذا الموضوع تتضمن ظل الزاوية، فتعتبر هذه الحالة الثانية. تكون قاعدتها الرئيسية الدالة، إذا كان رسم مثلث داخل مثلث القاعدة الرئيسية هي تان ثيتا، إذا صار شكل هندسي منتظم تصبح الشكل الهندسي المنتظم هو القاعدة الرئيسية، وظل الزاوية مثل عندنا قاعدة فرعية أو علاقة فرعية. القاعدة الثالثة في هذا الموضوع تتضمن أشكال هندسية مختلفة تكون قوانينها هي الدوال الرئيسية، أما قوانينها الفرعية فتختلف من مثال إلى مثال آخر. في هذا المثال في الكتاب اللي ضمن موضوع الخزان اللي أشرنا إلى خزان اسطواني، هناك خزان على شكل متوازي سطوح في الوزارة، تغير هذا السؤال، أي هناك تغيير بسيط في القانون، الغاية من عنده فهم الموضوع وتطبيقات. أولا هذا النوع من الأسئلة يجب أن يكون الرسم أولا موجود في هذا الجزء، يعني أولا رسم ثم علاقة رئيسية تتضمن المتغيرات اللي موجودة في السؤال وكيفية اشتقاقها للحصول على النتائج. أرسم السؤال بهذا الترتيب. أول ما نبدأ بالحل نرسم السؤال، اسطوانة، خزان اسطواني مملوء بالماء، الماء يأخذ شكل الخزان، رسم توضيحي لأكثر ولا أقل الموضوع. هنا عندنا نصف قطر، هنا أيضا نصف القطر المنقاب، هذا الارتفاع. الملاحظة الأولى في هذا المثال، لاحظ هنا حرف H يمثل عندنا هنا الزمن بالساعة، فاختار هنا الارتفاع حرف Y، هذا مثل عندنا الارتفاع حرف Y، حتى لا يصير عندنا رموز متشابهة يصير عندنا اختلاف، هنا الارتفاع بهذا الترتيب. الماء ماخذ وضع الخزان، الماء ماخذ وضع الخزان نفسه اللي حصل عندنا هناك تسرب. في الكتب القديمة كان يرسمون بهذا الشكل، هنا أكو إشارة أنه أكو تسرب بهذا المكان. مقدار هذا التسرب هو 0.4 متر مكعب بالساعة، جدا قليل، مقدار بسيط جدا، متر مكعب بالساعة.
التسرب يمثل أدنى حجم، فسر أدنى دي في، دي في على دي تي، أشير لها بلون آخر. دي في على دي تي، إذا كان تسرب فيعطي إشارة سالبة. نرجع للسؤال من البداية. خزان اسطواني مملوء بالماء، نصف قطر قاعدته 2 متر. نصف القطر 2 متر، 2 متر نصف القطر. يتسرب منه الماء بمعدل جذب معدل تغير الانخفاض. إذن الماء أصبح في هذا الموقع بهذا الشكل. لنفترض هنا هذا الواي مقدار الانخفاض لحد هذه النقطة. هذا صار عندنا دي واي على دي تي مقدار الانخفاض. هذا الرسم البسيط للموضوع يوضح لنا كل جوانب وتفاصيل الموضوع. الشكل الهندسي هو اسطوانة، حجم الاسطوانة في الحل. الرسم اولا وضع المعلومات المتوفرة عليه. في تساوي لنا باي ار تربيع مساحة القاعدة في الارتفاع. اسأل بي الحجم او حجم الاسطوانة، حجم الاسطوانة اللي تمثل حجم الخزان، مساحة القاعدة مساحة الدائرة في الارتفاع. ايضا المعلومات المتوفرة الفي تساوي لنا باي نصف القطر عندنا 2 تربيع في اتش. راح استردنا البي سوينا 4 باي اتش، هذا الحجم. كم رمز عندنا هنا؟ رمز واحد، الرمز موجود في العلاقة الرئيسية. إذن هات مثل عندنا علاقة رئيسية، علاقة رئيسية. نشتق هذه العلاقة اشتقاق زمني، يصير دي في على دي تي سوينا 4 باي دي اتش على دي تي. دي في على دي تي معطى في السؤال، 4 باي العدد 4 ثابت، الباي هي القيمة التقريبية تبقى مثل ما هي موجودة، ودي اتش على دي تي هو المطلوب في السؤال. هنا الارتفاع بدلت هنا استخدمت حرف اتش، ارجع للسؤال استخدم واي حتى يصير بين الزمن هذا بهذا الترتيب، يصير واي واي دي واي. من عدها نعوض هنا، راح يصير عندنا سالب 0.4 متر مكعب بالساعة يساوي لنا 4 باي دي واي على دي تي، التعويض بهذا الترتيب. القاعدة هنا صار عندنا 4 متر، هنا عندنا 4 نصف القطر مربع 4 تربيع مع الام تكعيب. الإشارة السالبة تدل على التسرب، دلالة على التسرب. السؤال يوضح أن الانخفاض بالماء يجب أن يحمل إشارة سالبة، فهنا الإشارة السالبة منين نأخذها؟ من التسرب، لأن إذا أعطيت إشارة موجبة يكون الناتج خاطئ معاكس للرسم. من أتى أحصل الأربعة مع الأربعة تختصر، رسلتنا سالب 0.1 متر بالساعة يساوي لنا باي دي واي على دي تي بهذا الشكل. ومن اتحصل دي واي على دي تي، دي واي على دي تي يصير عندنا سالب 0.1 على الباي على اعتبار هذا معامل عددي بهذا الشكل، متر بالساعة. المعدل، إذا ذكر كلمة المعدل، المعدل تلغى الإشارة السالبة، فالناتج يساوي لنا، لاحظ هذا الرقم، نقدر نبسط نصير 1/10، 1/10، 1/10 باي مثل بالساعة بهذا الترتيب. هذا هو حل السؤال بهذه الطريقة المبسطة. الرسم أولاً
العلاقة الرئيسية اللي تجمع متغيرات السؤال. العلاقة تشتق اشتقاق زمني، أي لفظة موجودة بالسؤال بها فائدة تكتب للدلالة على الموضوع. الوحدات أيضا وكيفية الاختصار، الناتج أنها يكتب بصورة مبسطة. أما حرف الباي النسبة التقريبية، باي فتبقى على حالها النسبة التقريبية، النسبة التقريبية اللي تعادل 22 على 7 أو 3.14% بهذا الشكل. في هذا الموضوع اختاريت الحالة الثالثة ضمن المرشحات في هذا المجال. في موضوع مبرهنة الرول والقيمة المتوسطة اختاريت مثال يختلف عن السنوات السابقة. السؤال لما يكون سؤال بالرموز موجود في التمارين العامة بالنسبة لهذا الموضوع، وأيضا هذا السؤال هنا سؤال شوية بنوع اختلاف بسيط. هل أن الدالة تحقق مبرهنة رول؟ سؤال استفهامي بين. هل أن الدالة وضح؟ إذا تحقق، إذا تحقق الدالة لازم موجودة قيم للسي، إذا لا تحقق نتوقف عند الشرط هنا. أولا أوسع مجال للدالة يكون الحل بهذا الشكل، أوسع مجال للدالة الحل دومين، مثلا عندنا أوسع مجال للدالة يساوي لنا R كثيرة الحدود، كثيرة الحدود، دالة كثيرة الحدود أوسع مجال هي الأعداد الحقيقية، هذه هي الدالة كثيرة الحدود، إذن نحتاجها في ذكر الأسباب. أولا الشروط هنا عندنا الدالة مستمرة على الفترة المغلقة، الدالة مستمرة على الفترة المغلقة اللي هي سالب واحد واحد، السبب لأنها كثيرة الحدود، لأنها كثيرة الحدود، أي أن الأسباب الموجودة في أوسع مجال تستخدم لتوضيح الشروط. الشرط الثاني الدالة قابلة للاشتقاق، الدالة قابلة للاشتقاق في الفترة المفتوحة، في الفترة اللي هي سالب واحد واحد، السبب أيضا لأنها كثيرة الحدود، كثيرة الحدود بعد الاشتقاق الدالة كثيرة الحدود. الشرط الثالث المهم في هذا الموضوع هو صورة العنصر الأول في الفترة F of A اللي مثل عندنا الاف للعدد الاول اللي هو سالب واحد، تعويض في الدالة راح الناتج يساوي ان اف للسالب واحد الناتج يكون بالشكل التالي، تسعة في سالب واحد، تسعة في سالب واحد زائدا ثلاثة في سالب واحد تربيع ناقصا سالب واحد تكعيب، راح الناتج عندنا سالب تسعة الإشارة التربيع تروح عندنا زائدا ثلاثة، السالب هنا الإشارة تضرب في السالب لأن الأس فردي، راح عندنا زائدا واحد، راح عندنا سالب خمسة، جمع جبري للأعداد. صورة العنصر واحد F of B يساوي لنا الأف للموجب واحد، فصورة الواحد هي تسعة في واحد زائدا ثلاثة في واحد تربيع ناقصا الواحد تكعيب، صار عندنا تسعة زائدا ثلاثة 12 زائد ناقصا واحد يساوي 11، وعليه راح يكون اف اوف سالب واحد لا يساوي ان اف اوف موجب واحد، اذا الدالة، اذا الدالة لا تحقق شروط مبرهنة رول، لا تحقق شروط مبرهنة رول، ولا يمكن إيجاد قيم سي، ولا يمكن إيجاد قيم سي في هذه الحالة لأن الشرط الثالث لم يتحقق. سؤال بسيط الغاية من عنده فهم القواعد للموضوع، ليس سؤال أسئلة تقليدية كما في السنوات السابقة، فقط سرد قصصي ويكون الموضوع أن الدالة تحقق عليه الطالب يكون حافظا ويردة فقط. إذا الطالب هنا صار عنده إشكال راح يصير عندي هذا التحقيق، تحقيق في هذا الموضوع، تحقيق بفائدة أيضا
للتأكد من صحة الحل. أشتق الدالة f برايم of x، هذه الدالة 9 زائد 6x ناقصا 3x تربيع. f برايم of c تساوي 0، يعني صار عندنا 9 زائد 6c ناقصا 3c تربيع تساوي 0. تقسيم 3، صار عندنا 3 زائد 2c ناقصا c تربيع تساوي 0. الحل بالتجربة إشارة الحد الثالث سالبة، 3 جاي من 3 في 1، c تربيع c في c، الإشارة للأكبر موجبة، صار هنا الإشارة موجبة، لاحظ قريب في القريب والبعيد في البعيد، هنا الإشارة تكون عندنا سالبة. راح يصير عندنا اف سي تساوي لنا 3 لا تنتمي للفترة اللي هي سالب 1 1، كذلك اور سي تساوي لنا سالب 1 لا تنتمي للفترة اللي هي سالب 1 لأنها الفترة مفتوحة. إذا الجواب مالنا صحيح مع التحقيق. هذه فكرة السؤال في هذا الموضوع، اختاريته كمثال حتى لا يكون سؤال تقليدي كما في السنوات السابقة. بقية الأمثلة إذا الطالب يلاحظها اللي اختاريناها في المجموع كمرشحات، في موضوع أسئلة الثوابت والرموز اختاريت المثالين الـ 12 والمثال رقم 13. في المثال الأول الدالة تحتوي على نهاية عظمى، النهاية موجودة، نهاية عظمى ليست حرف X، هذا تمثل عندنا حرف Y. للدالة نقطة انقلاب، يعني مشتقتها الثانية نشتقها مرتين نجعلها تساوي صفر نحصل من عندها معادلات. في الدالة الأخرى إذا كانت الدالة التالية مقعرة ومحدبة، استخدمت لفظة الانقلاب بتعبير آخر، مقعرة لأكبر من وأصغر من، إذا هنا الدالة تحتوي على نقطة انقلاب. وللدالة نهاية عظمى والنهاية معلومة، صارت عندنا معلومتين رئيسيتين في السؤال، إذا نحتاج إلى معلومة ثالثة فرعية من ضمن القواعد للحصول على المتغير الآخر. في موضوع رسم الدوال اختاريت هذا المثال الأول، دالة كثيرة الحدود من الدرجة الثالثة مثل عندنا منحني، وعندنا دالة كسرية هي 1 على x تربيع، وهذا السؤال جاء في الوزاري بمثال موجود في الكتاب هو 1 على x، فهذا أيضا مثال مشابه إليه. وطريقة ثانية لكتابة الدالة اللي هي y x تربيع تساوي لنا 1. في مبرهنة القيمة المتوسطة نفس قواعد مبرهنة رول اختاريت هذا المثال، الدالة التي تحتوي على رموز إيجاد قيمة b. صيغة السؤال لاحظها في الشكل التالي، عندي الدالة معلومة، المجال والمجال المقابل، الفترة من الصفر إلى البي، عندنا قيمة بي هنا، فترة محددة واحدة، السي معلومة، فالسؤال ذكر جد كلمة قيمة بي، السؤال جدا دقيق ذكر جد قيمة بي، فمعناها قيمة بي تاخذ قيمة واحدة فقط، إذا السؤال هنا الطالب عليه أن يحل حتى لو كانت المعادلة من الدرجة الثانية، إذا هناك شروط لمعادلة من الدرجة الثانية لإيجاد قيمة متغير واحد فقط، يجب أن يكون الرمز مكرر وليس رمز مرة موجب الرسالب يهمل أو لا. هذه الفكرة اللي موجودة ضمن مجموعة المرشحات في جزئها الثالث. إلى اللقاء في الجزء الرابع إن شاء الله. فضلا منكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله. المرجع الإلكتروني للمعلوماتية، طريقك نحو المعرفة.